هيك بنظف الدجاج، بنقعه بالخل والليمون شي 10 دقائق، بعدين بغسله بمي بارده بصفيه وبسلقه او بشويه بالفرن او اي شيء بدي اعمل فيه. بشيل، شفتوا هيدا الورق في قطعه حمراء هون، بشيلها، بشيل هيدا الجزء من الدجاج اللي هون وبشيل طرف الجانب. نظفوا الطاولة اللي اشتغلتوا عليها منيح والمجلب. أطيب مرقة ممكن تحضروها وأطيب دجاج تاكلوه بهالطريقة. سلقوا الفروج 5 دقائق مع بصل وورق غار، كبوا ميته، رجعوا حطوا مي مغلية وحطوا الفروج مع المطيبات، رح أكتبها تحت الفيديو، بغطي الملح بعد ما يستوي. معلقة طعام سمنة، بحضر الرز، معلقة ونص زيت نباتي، معلقتين طعام، نقعد كبيتين ونص رز، بدهم بصلة. هالرز اللي عم بحضره هلأ حتى لحاله من دون دجاج أو لحم شوفوا مقفل. معلقة صغيرة زنجبيل وثوم مهروسين، نص دقيقة بس، ومنضيف بدنا نبرد هلأ البصل، منضيف البندورة، حبة بندورة كبيرة مقطعة ناعم، زعفران نكسره، نص معلقة صغيرة، نص ضمة كزبرة مفرومة، مكعب مرقة الدجاج، قليل ملح إضافته اختياري، بس بهالطبخة بيعطيها طعم كثير طيب. قرفة شوي صغيرة، كزبرة، كمون، وفلفل أسود، وهي المطحون كمان ربع معلقة، عصير نص حبة ليمون، بندورة استوت، هاي الإضافة السحرية، كريمة، 4 معالق طعام بس. مرقة الفروج، شوية ملح، مكعب فيه قليل ملح لأن ما ملحت مرقة الدجاج، فلفل حر شوي صغير، هيك راس المعلقة الصغير، على نار هادي بغطي 10 دقائق. الرز الحبة طويلة منقوع نص ساعة، المرقة فوق الرز لازم تكون بهالقد، يعني هادي عقدة الأصبع لهون لهون، هالقد هالقد غمرة الرز. خفف وبغطي تقريبا 20 دقيقة، نار كتير هادي، وإذا عندكم الحديد يحطوا الحديد تحت. حمر الفروج بزيت قليل لوز، قطعة دجاج المسلوق، رشيت هيل، قرفة، فلفل أسود وملح، لازم تكون حامية عشان لا تلزق القطعة. بزيت قليل دجاج هقلي شوية بصل حطهم على الوجه، وإذا أكلتوه من دون لا دجاج ولا سمك ولا لحم رح تاكلوا شيء كتير طيب. شوفوا 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 هالرز، شوفوا الطعم، مش طبيعي مش طبيعي. قطع الدجاج المحمر، بصل محمر، كزبرة شوي صغيرة، لوز محمر أو أي نوع من اللي بدك، عالمي المطاعم اللي بتطبخ رز قدموا هذا الطبق وشوفوا وشوفوا منه طبق. ما في داعي للدجاج أبداً، طري قد محدى أي صلصة حارة، أكل ملكية.